السائل يقول: نسمع اليوم كثيرا أن الزوجة ليست ملزمة بخدمة زوجها من ناحية الطبخ وغسل الملابس، فنريد منكم القول الفصل في هذه المسألة. المرأة الآن تطورت، ما هي لما زوجها ولا لما تلزمونها تخدم وتلزمونها. الحين ما تقعد بالبيت، ولا يجي الزوج ويقعد بالبيت وينتظر، ولا تجي إلا إما باخر الليل، ولا ما يعني تمردت النساء الآن. نعم، ولا السنة أن المرأة تخدم زوجها. الصحابيات رضي الله عنهن يخدمن أزواجهن، يطبخن ويخدمن البيت، وهن صحابيات أفضل نساء الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كانت تحمل الماء على رقبتها حتى أثر الحبل في رقبتها، طلبت من الرسول أن يخدمها خادمة فأبى أن يخدمها خادمة، وأمرها أن تستعين بالذكر والاستغفار، وهي بنت محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.